a trip to Power Horse World Team Cup. Go to the website. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في نهاية الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم بين المنتخب الإماراتي والمنتخب البحريني. كما تابعنا وشاهدنا جميعا انتهت المباراة بفوز المنتخب البحريني بفارق هدف عن المنتخب الإماراتي، بواقع 30 هدف للمنتخب البحريني و29 للمنتخب الإماراتي. مجددا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ سعود الحودي، الكابتن سعود الحودي والكابتن خالد براد، أهلا فيكم. أهلا وسهلا كابتن سعود. يعني زي ما شفنا ما فرقت عن الشوط الاول، فاز طبعا المنتخب البحريني 23، وطبعا ما تعكس لان كان كل طول وقت المباراه كان متقدم منتخب البحرين. شفنا نزل الفريق الاساسي وزي ما قلنا يعني فيها شوي تعب زائد ما في قابليه اي نفسيه. طبعا شفنا نزل الفريق الاساسي اللي لعب فيه المباراتين اللي فاتت بقياده الكابتن سعيد جوهر، نفس الموضوع. المنتخب الاماراتي لعب بالفريق تقريبا هو الاساسي، حاول بدايه الشوط الاول انه يشرك الاحتياط، رجع للفريق الاساسي. وان سايد جيم، يعني كانها باينه المباراه انه البحرين حيفوز. ونقول زي ما قلنا ما كان في اجتهاد من المنتخب الاماراتي عند المنتخب البحريني، ما في اي اجتهاد، ما في محاوله تغيير طريقه اللاعب. ما لو لعب يمكن مستوى قدام المنتخب السعودي او المنتخب القطري ترى كان يفوز، بس الإماراتي منتخب الإماراتي فعندهم مشاكل. هم يقولوا عندنا مشاكل، أنا كلمت أحد الأخوان من الاتحاد الإماراتي يعني يقولوا عندنا مشاكل بالنسبة للاستعدادات، زاد زي ما قلنا حقة الأعمال. طبعا أعتقد أنه لهذا منتخب لما يكون نادي ممكن، أما كمنتخب ما أعتقد أنه حيكون مشكلة. خلافي ما قصرت، أرجع لك مرة ثانية كابتن خالد، مباراة البحرين والإمارات ما كان في استغلال او ما كان في بحث عن تحسين المراتب في هذه المجموعه بالذات المنتخب الاماراتي؟ اكيد انه المنتخب الاماراتي حاول انه يحسن الصوره اللي ظهر فيها في المباريات السابقه، ولكن المنتخب البحريني بلعيبته وبالنجوم الموجودين ما اعطوا فرصه. يعني حتى لما نزلوا لعيبه البحرين الشوط الثاني نزل الفريق الاساسي. وبهالمناسبه يعني ودي اتكلم بس بشغله بسيطه اللي هي الكابتن سعيد جوهر، كابتن لاعب عمره تعدى 40 سنه وما شاء الله بنشوف كيف عطاه داخل الملعب، كيف القدرات اللي موجوده عند اللاعب. طبعا هذه رساله لكل لعيبه كره اليد انه لاعب محافظ، لاعب الملتزم اللي حافظ على التمارين والنوم، هي كفيله بعد الله عز وجل يكون باقي داخل الملعب ويؤدي العطاء. يعني احنا نشوف سعيد جوهر يعني في بعض المباريات يؤدي 60 دقيقه، يعني وهذه من الصعب انك تحصلها الان في لاعب بهالعمر. انا اعرف انه المنحنى الجهد يتاثر مع العمر، يعني الاداء والمجهود يتاثر. اتمنى له التوفيق، اعتقد ان هذه اخر بطوله، يعني اتوقع ان هذه اخر بطوله راح يشارك فيها سعيد جوهر. ان شاء الله يتواصل ان شاء الله. ان شاء الله يعطينا كمان اكثر من كذا ان شاء الله تعالى. طيب كابتن سعود، حسب نتيجه اليوم كيف بتكون وضع المجموعه الاولى؟ السعوديه وقطر الاول والثاني، البحرين الثالث، الرابع الامارات، الخامس اوزبكستان. خامس اوزبكستان ما بيكون في هذه اخر مباريات، هذه اخر مباراه المجموعه انتهينا في بعد يوم الجمعه حيكون في تصفيات، حيكون دور اربعه. الدور الاربعه للمجموعه الاول والثاني حيكون مجموعه، لا في تصفيه مباريات ثانيه تحديدا مراكز، خامس من الخامس للعاشر. على مستوى البطوله متوقع ايش يا كابتن خالد حتكون بعد الرابع؟ من بيكون ترتيب المنتخبات بعد المنتخبات الاربعه الاولى؟ البحرين والكويت، يعني ايران وايران، بين الثلاث هذول ممكن، اما بين الخامس والسادس والسابع تكون المنتخبات الثلاث، الاردن وأوزبكستان والامارات حتكون في الامارات ان شاء الله تكون في افضل، يعني لا يكون الاخير الاوزبكستان تقريبا. الاردن وأوزبكستان راح يلعبون على التاسع والعاشر، لانه هم باخر مجموعه، هي مباراه واحده، أوزبكستان بدون ولا نقطه والاردن بدون نقطه، حيلعب الثالث مع الثالث كل مجموعه، واللي يطلع الفايز حيكون ترتيبه الخامس والسادس، الرابع السابع والثامن، يعني
هذا حيكون تركيب مباراة واحدة هم كل ممتازة هم جماعة. طيب نرجع للمنتخب السعودي مباراة يوم الجمعة. الوضع اللي كان في المنتخب السعودي أمس يعني الجميع انشد يعني معه الجميع تحمس معه صح، لكن منتخبنا كان يعني فرق في الشوط الأول ورجع وبعدين رجع فرق مرة ثانية ورجع تعداه المنتخب القطري بفارق أهداف كبير ثم اضطر للتعادل. ايش الافضل في المباراة الحاسمة زي كذا بدأت الاربعة للمنتخب السعودي انه يتخذوا حتى يحاول يوسع الفارق ما بينه وما بين المنافس معه في نفس المباراة؟ ابدا مع الكابتن خالد ليش كذا كيف؟ والله شوف المنتخب السعودي في المباراة اللي امام المنتخب الكوري اتمنى فعلا يعني احنا عندنا ميزة راح تكون ممتازة للمنتخب السعودي، اولا انه مرتاح يومين هذه تعتبر ناحية ايجابية، المنتخب الكوري راح يلعب مباراة قوية اليوم مع المنتخب الياباني فيها جهد، هذا المفترض تكون شغله تصب لمصلحه المنتخب السعودي. اتمنى فعلا ان مباراه امس ضد المنتخب القطري يتم مشاهدتها من قبل اللاعبين ومعالجتها مع مدرب الفريق، معالجه الاخطاء اللي كانت داخل المباراه، التسرع اللي كان عندنا، الشيء اللي احنا تعبنا احنا نعيد ونكرر عدم ثباتنا على تشكيله، احيانا خروج اللاعب يعني الوقت طويل على مقعد الاحتياط ثم دخوله مره ثانيه ما يعطيه التفاعل السريع داخل الملعب، فهذا الشيء فعلا انعكس علينا سلبيا. انا اقول مباراه امس روح لعيبه عزيمه جمهور جابت المباراه، التدخلات الفنيه انا ما اشوفها كانت عاليه جدا، ما كانت مؤثره في المباراه بالشكل اللي وقت ما كنا نحتاج تدخل فني ما كان موجود في لعيبه، يعني بندر حمل على عاتقه في الكره الاخيره تحمل مسؤوليه وجاب الحمد لله صحيح. كابتن سعود زي ما قلت انا بدايه الكلام العشر دقائق ال 20 دقيقه اللي بين بعد العشر دقائق الاولى وال 10 دقائق الاخيره يا تركز فيها، هي 40 دقيقه مباراه ركز فيها لان هذه فيها لب مباراه، هي تخليك ممكن يكون الفريق في او يعني اخر قمه أيه احنا في اليد يعني ممكن 10 دقائق حتى لو اللاعب فرق مستوى بين فريق وفريق ما يبان اللي بعد 10 دقائق. انا صادق في الدقيقه الاخيره المنتخب السعودي بدا الامام القطر عليه بهدفين اخر 10 دقائق اخر 10 دقائق بدا الاخيره تعادلوا من 4 ل 43 تقريبا ورجعنا مره ثانيه ممكن تدخل الفني كابتن خالد قال لا في الدفاع المان برضه تدخل هذا يعتبر حل من الحلول صحيح. يعني الحمد لله انه سواء عدينا الحمد لله. شاكر لك كابتن سعود، شاكر لك كابتن خالد، بتكونوا ان شاء الله معنا ضيوف في الاستوديو الثاني مباراة كوريا واليابان. اعزائي المشاهدين اشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم لنا هذه المباراة، ايضا لا انسى ان اقدم الشكر لفريق العمل خارج هذا الملعب في اجواء الغبار في اجواء الامطار، ما بقدر اذكر اسمائهم لكن بذكر المخرج هتان، الاستاذ خالد، الاستاذ تركي، المصورين جميعهم تحملوا هذه الاجواء حتى تظهر لكم هذه البطوله بالصوره التي ترضيكم عنا. كنت معكم انا عبد الناصر الغامدي من خلف المايك، تقبلوا تحياتي الان مع زميلي محمد الشيخ في الاستوديو التحليلي الثاني لمباراه كوريا واليابان.